هذه المسالك الوعرة التي تتميز بها الجهة الجنوبية من جبال الأوراس وثغيث أيثلال ببلدية غسيرة تحديداً لم تثني أبناءها من العودة إلى أرض الآباء والأجداد، فالحنين إلى هذه الطبيعة الخلابة أقوى من كل مغريات الحياة. بالنسبة لهذه المنطقة تعني لنا الكثير الكثير والكثير، يعني هي أرض جدادنا، احنا متمسكين بها، نجيو هنا ونحوسوا نفلحوا، اللي يروح للنحل نتاعو اللي يروح للغنم نتاعو، سيرتو نقولوا نهار الخميس والجمعة على مدار العام، يعني في الشتاء ولا في الربيع ولا في الصيف ولا في الخريف. عزها مورثنا اللي وقف ربانديس ما يخليهاش، انا ساعه صار تصوى الترشه يغقل لازم خصها تسغلها عجبه يما. عوامل كثيره على مر السنين فرقت بين الارض وقاطنيها، الا ان الرساله التي توارثها الاجيال بقيت واحده وهي التشبث بارض الاجداد. احنا ماذا بينا اولادنا يجيو هنا كما نجيو حنا كما كانوا والدينا، ويحوسوا ويشوفوا ويكتشفوا بعض الامور اللي نقولوا مثلا ممكن يجي الناس اللي عايشين في الاخر في المدن ما على بالهمش بواحد الاشياء موجوده هنا، ماذا بينا يجيو ويعرفوا هاد العادات والتقاليد اللي رانا نديروها حنا واللي كانوا يديروها جدودنا. سحر المكان وهدوئه جعل منه جنه تسكن اليها النفس وترتاح لها الخواطر بعيدا عن ضوضاء المدن وضجيج الحياه. أني وزان أني محيوك إلا ماني تقار خصاص إلا ماني دنتو يكسو ماني أضوار واني بولفاف واني القهوة. عادات جميلة تتوارث للمحافظة على هذا الإرث الخلاب والجميل والعادات المتوارثة أبن عن جد. لم تكن مغادرة ثغيث أيثلال بالسهلة، لأن كل شيء بهذا المكان يجذبك إليه ويلح عليك بالبقاء ويترك في نفسك صوتا يدعوك لزيارتها من جديد.